السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط الطرق للتعلم. راح نكمل قراءة الصف الثالث ابتدائي محفوظة المعمار الصغير صفحة 91. المعمار الصغير، المعمار الصغير. لي قطع من خشبي، لي قطع من خشبي، ألهو بها في اللعب. لي قطع من خشبي ألهو بها في اللعب، أصفها فتنتظم ثم جميعا تنهدم. أصفها فتنتظم ثم جميعا تنهدم. هيا انظروا بنائي فتعرفوا ذكائي، هيا انظروا بنائي فتعرفوا ذكائي. أبني لكم بيت الهنا، أبني لكم بيت الهنا، هل تعرفون من أنا، هل تعرفون من أنا؟ إني أنا المعمار، صفقوا يا صغار، إني أنا المعمار، صفقوا يا صغار. نعيد قراءتها مرة ثانية. المعمار الصغير، لي قطع من خشبي ألهو بها في اللعب، أصفها فتنتظم ثم جميعا تنهدم. هيا انظروا بنائي فتعرفوا ذكائي، أبني لكم بيت الهنا، هل تعرفون من أنا؟ إني أنا المعمار، صفقوا يا صغار. وانتهى درسنا لهذا اليوم، مع السلامة.